مساء الخير أعزائي طلبة الصف الأول الثانوي، يا رب تكونوا بخير، يا رب تكونوا دايما في تفوق وتميز. إن شاء الله هنكمل المراجعة بتاعتنا إن شاء الله. الحل طبعا بيبقى فيس تو فيس على الابليكيشن اللي شغالين عليه ده للناس المشتركة معانا في المراجعة. لو حابب تشترك انزل اكتب كومنت واحنا ان شاء الله هنتواصل معاك. طبعا الناس اللي مش مشتركة عشان ما نحرمهمش من المراجعة بننزل الشرح فقط على اليوتيوب، لكن الحلول والتدريبات وفوق الالف سؤال طبعا بنحلهم في الابليكيشن فيس تو فيس. تمام، هنخش ان شاء الله النهاردة تاني محاضرة على اليوتيوب اللي هي النانو تكنولوجي. النانو تكنولوجي والكيمياء، طبعا النانو تكنولوجي هو الفصل الثاني من الباب الاول. الفصل الثاني من الباب الاول اللي هو النانو هيجي عليه ما لا يقل عن سؤالين اخر السنه او ثلاث اسئله. ان شاء الله هيبقوا سهلين والدنيا تبقى واضحه بالنسبه لك. هيجي حاجه نظريه اذا كانت علاقه، اذا كانت كلمه نظريه، اذا كانت استخدام او وهيجي مساله او تحويل ان شاء الله. تمام، النانو تكنولوجي عندنا النانو تكنولوجي هو عباره عن ايه؟ عن مواد متناهيه الصغر. تمام، طيب مقياس النانو نفسه، مقياس النانو انا عايزك تعرف بس كلمه واحده في مقياس النانو. مقياس النانو عايزك تعرف من 100 لواحد او من 1 ل 100 نانو. يعني لما يجي يجيب لك رقم ويقول لك الرقم ده اعلى من 100 او مثلا يقول لك الرقم ده على مقياس النانو ولا ليس على مقياس النانو، اول حاجه لازم تشوفها هي الرقم اللي قدامك ده من 1 ل 100 ولا اكبر من 100 ولا اقل من 100. طبعا لو اكبر من 100 او اقل من 100 يبقى ليس على مقياس ايه؟ على مقياس النانو. تمام، لكن طالما هو من 1 ل 100 نانو يبقى ده على مقياس ايه؟ النانو. تمام، الحجم النانوي الحرج هو الحجم التي تظهر فيه الخواص الفريده للماده، وابعادها بتقول اقل من مين؟ اقل من 100 نانو متر. تمام ماشي. طيب كيمياء النانو، كيمياء النانو هو فرع من فروع علم النانو. تمام، يتعامل مع التطبيقات الكيميائيه والحاجات دي كلها. احنا ما عليناش تعريفات برضو، مش موضح سؤال التعريف ده. تمام، اللي هي كيمياء النانو. تمام، طب تعال نشوف حاجه اسمها ايه؟ التحويلات. بقى التحويلات اللي جايه في المذكره دي صعب ان انت تفهمها. تمام، ليه؟ لان انت ما حضرتش معايا في السنتر، فانا هديها لك بطريقه اسهل بكتير من اللي قدامك دي. تعال نفتح السبوره بتاعتنا. بص يا عزيزي، انا عندي حاجه اسمها ايه؟ اسمها الوحده. تمام، الوحده دي اللي بحول منها. تمام، الوحده بحول الى اكتر من حاجه. اول حاجه عليا اللي هي المفروض السنتي. تمام، بعد كده الملي. تمام، بعد كده المايكرو، بعد كده مين؟ النانو. تمام، طب لما احول من الوحده للسنتي يبقى 10 اس كام؟ اس 2. تمام، يبقى 10 اس 2. طب لما احول من الوحده للمتر او للملي يبقى اضرب في كام؟ في 10 اس 3. طيب من الوحده للمايكرو يبقى في 10 اس 6. تمام، طيب من الوحده للنانو 10 اس كام؟ اس 9. تمام، 10 اس كام؟ 9. طب انت هتقول لي امتى يا دكتور اقول 10 اس موجب 9 مثلا و10 اس سالب 9؟ هقول لك تعالى هنا نكتب اول ملاحظه. اول ملاحظه اللي هي ايه؟ ان انا عندي لو جاي من الكبير الى الصغير يبقى هضرب في كام؟ من الكبير للصغير يبقى هضرب في الموجب، يعني 10 اس موجب كذا. لكن لو جاي من الصغير الى الكبير هضرب في كام؟ في 10 اس سالب. تمام، طب تعال نرجع لفوق كده. من الوحده للبادئ، الوحده دي كانت كبيره للبادئ اللي هو الصغير مثلا، وليكن من الوحده لمين؟ للمايكرو. هضرب بايه؟ الوحده اللي هي من كبير لمين؟ لصغير، يبقى اضرب في كام؟ اضرب في 10 اس 6. تمام، طب لما ارجع كده من المايكرو الى الوحدة اضرب في كام؟ طبعا في 10 اس سالب كام؟ ليه سالب 6؟ لان انا جاي من الصغير للكبير. تمام، ده اول ملحوظتين. طب تعال ناخد ملحوظة تاني. ايه هي الملحوظة التانية؟ لما اجي احول مثلا من المايكرو
إلى مثل النانو ده مش من الوحدة البادئ، لا ده من بادئ لبادئ. أحلها إزاي؟ أقول أنا عندي المايكرو اللي هو 10 أس كام؟ أس 6، والنانو 10 أس كام؟ أس 9، صح ولا غلط؟ أحط بينهم ناقص، أحط بينهم إيه؟ ناقص، تمام. طب يبقى تبقى لي كام؟ تبقى لي 10 أس 3، أس 3. طيب سالب يا دكتور ولا موجب؟ ارجع للملحوظة رقم 1 و2، لو من الكبير للصغير يبقى موجب، من الصغير للكبير يبقى سالب، تمام. طب انا عندي من المايكرو الى النانو، من مين لمين؟ من الكبير للصغير، طالما من الكبير للصغير يبقى ايه؟ يبقى موجب، تمام. يبقى اضرب في كام؟ في 10 اس موجب 3، تمام. ودي التاني ملحوظة. طب تعال ناخد ملحوظة تاني، ناخد ملحوظة تاني او ملحوظة رقم 4. ايه هي الملحوظة دي؟ العلامة العشرية. لما احرك، بص احرك اهو، احرك العلامة شمال وحرك العلامة يمين، تمام. لما احرك العلامة شمال اعمل ايه؟ ازود اس موجب، تمام. طب لما احرك العلامة يمين ازود اس سالب اللي هو كان بنقص، تمام. طب تاخد مثال، اخد مثال، تعال ناخد صفحه جديده كده. عندي مثلا لما يقول لك 3 و7 او 3 مثلا و79 مثلا من 100، تمام. ديت هتساوي كام؟ او مثلا في 10 اس مثلا سالب 9، تمام. طب ديت بتساوي كام؟ خلي بالك دي بتساوي 3 و7 او 37 و9 في 10 اس سالب كام؟ طب بص يا حبيبي، العلامه هنا كانت بعد رقم، بعد كده بعد رقمين، يبقى العلامه ايه؟ العلامه اتحركت يمين، صح ولا غلط؟ يبقى اضرب او انقص اس واحد اللي هي كان اضرب في سالب، تمام. طب انقص، انا عندي كان عليا 9، كان سالب 9 ونقصت سالب تاني، يبقى المفروض بقوك سالب 10، تمام. ادي العمليه بتتم كده، اللي هي مين؟ اللي هي حاجه اسمها العلامه العشريه، تمام. ادي التحولات كلها، مش محتاج اي حاجه تاني في التحولات. طبعا عندك الديسي، الديسي دوت هيضرب في 10 اس كام؟ اس سالب 1، تمام. او لو جاي من الديسي، او اسف، لو جاي من الوحده الى الديسي فهضرب في 10 بس، لكن من الديسي الى الوحده هضرب في كام؟ في 10 اس سالب 1، تمام. بس انا ما عنديش اي، طبعا الكيلو، ثواني، الكيلو طبعا هاجي من الوحدة الى الكيلو فهضرب في كام؟ هضرب في 10 اس سالب 3، لان الكيلو في كام؟ افتكر ان الكيلو في 1000، تمام، 1000 جرام او 1000 اي حاجة تاني او 1000 مل، فلو رايح للكيلو فرايح للكبير، يبقى جاب من الصغير للكبير، فهقسم على كام؟ على 1000 اللي هي كان 10 في اس سالب 3. طب لو جاي من الكيلو الى اي حاجة تاني مثلا او للمل او اي حاجة تاني هعمل ايه؟ هضرب في 10 اس كام؟ اس 3. ليه؟ لان جاي من الكبير ليه؟ للصغير، تمام. ادي التحويلات كلها، تمام يا دهموك، تمام. انت زي الفل، زي الفل يا عم سباع، ما تسمعش كلام حاجة. نرجع تاني للموضوع بتاعنا، الخواص، طبعا الوحدات خلصت، الخواص المعتمدة على الحجم بقى، عندنا ثلاث خواص، خواص فيزيائية، خواص كيميائية، خواص ميكانيكية، تمام. طب الخواص الفيزيائية عندي اللون، شفافية، انصهار، والتوصيل الحراري، والكهرباء، والحاجات دي كلها. كيميائي عندنا مين؟ سرعة التفاعل. سرعة ايه؟ سرعة التفاعل. التفاعل، تمام، ماشي. الخواص الميكانيكية يعني تخص مين؟ الصلابة والمرونة، تمام، ماشي يا حسن، ماشي، تمام يا رجالة. طب تعال نشوف نانو الذهب، نانو الذهب ديت بتخص مين؟ بتخص الذهب أكيد، فبيحولوا من اللون الأصفر إلى أحمر وأزرق والأخضر، تمام. عندي برضو حاجات تانية في الصلابة زي النحاس، النحاس بيعمل إيه؟ بيزود الصلابة وبيقلل الحجم، ركز، تمام، بتزداد الصلابة وتركز الحجم ويصغر ويقلل الحجم، يبقى علاقة إيه؟ عكسية، برافو عليك، برافو، تمام. طب تعال نشوف بعد كده المواد النانوية، المواد النانوية عندي ثلاث أبعاد من النانو، عندي طول وعرض وإيه؟ وارتفاع. لو عندي بعد نانوي واحد يبقى عندي أغشية رقيقة، أسلاك نانوية، ألياف إيه؟ نانوية، تمام. الأغشية الرقيقة دي تستخدم إيه؟ لطلاء، ماشي، وتغليف، ماشي، لحمايتها منين؟ من التآكل، تمام، ماشي. يعني لو جه مثلا عندك بيقول لك إيه؟ عندك حتة
لانشون مثلا، حته لانشون بيقول لك عايز اعمل لها تغليف او عايز احفظها، يبقى مين اللي تستخدم؟ اغشيه رقيقه. تمام، نضيف عليها كده، ضيف عليها حمايه مين؟ حمايه الموبايل، تمام، او حمايه الهاتف. مثلا تغليف اي حاجه تاني، او حمايه الغذاء، ماشي. طب الاسلاك النانويه، الاسلاك النانويه طبعا دوائر الكترونيه، الالياف النانويه، الالياف النانويه اللي هي مرشحات الماء اللي هي مين؟ زي مثلا الفلتر والحاجات دي كلها، تمام ماشي. الثنائيه اللي هي مين؟ اللي هي انابيب الكربون. طبعا عندي انابيب الكربون في منها احاديه الجدار ومتعدده مين؟ الجدار، تمام. الخواص بتاع انابيب الكربون مهمه جدا. اول حاجه بيكون اعلى من النحاس فيه في توصيل الكهرباء. طب اعلى من الماس فين؟ في توصيل الحراره، تمام. اقوى من الصلب، خلي بالك من الحته دي، اقوى من الصلب، وعملوا منه ايه؟ عايزين يعملوا منه مصاعد لمين؟ للفضاء، دي العلماء، تمام. ليه؟ لان قال لك قطر او حبل كده في قطر شعره الراس ممكن يجر مين؟ مقطوره، تمام. طيب اهم حاجه رقم 4 ديت بتيجي في اخر السنه ومحدش بياخد باله منها، ترتبط بسهوله بالبروتين اللي زي يمكن استخدامها كايه؟ اجهزه استشعار بيولوجية، تمام. ركز في الحتة دي، تمام. المواد النانوية بقى ايه؟ ثلاثية البعد. طبعا عندك ثلاثية البعد اللي هي صدفة النانو ومين وكرة البك. صدفة النانو تستخدم في علاج السرطان، خلي بالك صدفة النانو او حاجة ثلاثية مالها مغطاة بالذهب، يبقى صدفة النانو بتيجي دايما في حتة مغطاة بالذهب، ركز يا دهموك. طب كرة البكي، كرة البكي دي بتتكون من 60 كرة كربون، تمام. تستخدم كايه؟ تستخدم كحامل للادويه، تمام. مجوفه يعني يحفظ فيها اي حاجه انا عايز احفظها، تمام ماشي. تعال نشوف تطبيقات النانو. تطبيقات النانو بقى، تطبيقات النانو عندك مجال الطب. مجال الطب بيعمل ايه؟ تشخيص مبكر للامراض، طبعا دي حاجات سهله. السؤال ده هيجي لك اخر السنه عشان تاخد درجات، بس هو جايبه لك عشان انت يعني هو مش عارف هيديك درجات منين، فبيجيب لك سؤال تكتب فيه اي حاجه زي موضوع التعبير، تمام. طبعا الطب عندك تشخيص المبكر للامراض، عندك توصيل الادويه بدقه، وانتاج مش عارف ايه الغسيل الكلوي، وروبوتات نانويه لازاله الجلطات. خلي بالك من الروبوت النانوي، الروبوت النانوي ده ايه؟ ده مجال الطب بيعمل ايه؟ بيزيل الجلطات، تمام. طب مجال الزراعه، مجال الزراعه طبعا مبيدات وحفظ المواد الغذائيه والحاجات دي كلها. طب مجال الطاقه، ركز في مجال الطاقه. مجال الطاقه ايه؟ خلايا شمسيه والحاجات دي كلها، وانتاج وقود هيدروجين، عاليه الكفاءه، الحاجات دي كلها في المتناول عندك، تمام. مجال الصناعه برضو، اتصالات، مجالات البيئه، الحاجات دي كلها. اهو انا سايب لك الصوره، خدها سكرين، وان شاء الله البي دي اف اللي احنا شغالين منه ده هينزل لك ان شاء الله تحت الفيديو، هيبقى فيه لينك تخش تحمل منه الكتاب، تمام ماشي. الحاجات دي سهله، تمام. تعال نشوف بعد كده. والمخاطر برضو، المخاطر طبعا خلي بالك من المخاطر، هيجيب لك السؤال اخر السنه، لو ما جابهوش يبقى تعالى عاتبني، صدقني هيجيبهولك عشان يديلك درجات، هيقول لك ايه؟ اذكر ايجابيات وسلبيات النانو تكنولوجي فين؟ في الكيمياء او الحاجات دي او مجالات التكنولوجيا في الحياه. عندك تقول له شويه ايجابيات في المجالات اللي قلناها فوق، وشويه سلبيات في الحاجات اللي تحت، تمام. تعال نشوف بعد كده اهم النقاط فين في النانو تكنولوجي. اهم النقاط بقى عندك الكيلو، هو ايه؟ هو 1000 وحده، ماشي، لسه واخدينها، اللي هو 1000 الكميه، اللي هو 10 اس كام؟ اس 3، تمام. الديسي جزء من 10 اجزاء من الوحده، اللي هو كانه 10 اس سالب 1، تمام تمام. طب السنتي جزء من 100 جزء من الواحد، خلي بالك الحته دي مهمه. ليه؟ يجيب لك اخر السنه، انا عارف ان الحته دي عليكم في الفيزياء، بس مهمه ازاي؟ يجيب لك اخر السنه كده يقول لك ايه؟ بادئ يعتبر جزء من 100 جزء من الواحد. 100 جزء يعني ايه؟ 100 جزء يعني 10 اس سالب 2، اللي هو مين؟ اللي هو السنتي، تمام. طبعا لحد النانو، النانو جزء من مليار، المايكرو من مليون، الملي من ايه؟ من 1000، تمام تمام. ديت قلناها. طيب بص بيقول لك ايه بقى؟ عند تحويل وحده صغيره لوحده كبيره يكون الاس السالب ان سالب ان، او 10 اس سالب ان، لسه جايلها. طيب لو جيت من حاجه كبيره الى حاجه صغيره طبعا اللي هي 10 اس موجب ان، تمام، اللي هو موجب كذا يعني، تمام. ديت انا لسه جايلها فين؟ لسه جايلها على السبوره في الشرح، تمام. طب رقم 3 بيقول لك النانو كلمه يونانيه مالكش دعوه بيها اصلا، ملهاش لازمة النقطة دي. طب تكنولوجيا النانو تعني التطبيق العمل، معرفة ملهاش لازمة طبعا. ركز في الحتة دي. قطر حبة الرمل 10 أس 6 نانو متر، تمام، مش هيختبرك بيها بس خليك على دراية يعني، تمام. قطر جزء أو جزيء الماء يساوي 3 من 10 نانو متر تقريبا. قطر الذرة الواحدة يتراوح بين
الواحد من عشرة لتلاتة من عشرة نانو فكك منها برضو الحاجات دي. بص بقى رقم 8، رقم 8 ده مهم، خلي بالك مهم. ترجع الخواص الفائقة للمواد النانوية إلى النسبة بين مساحة السطح والحجم. تمام تمام. لأنها إيه؟ لأنه أو كلما زادت عدد الجسيمات المعرضة للتفاعل تزداد مساحة السطح، مما يكسب الجسيمات النانوية خواص كيميائية وفيزيائية وميكانيكية. يعني من الآخر كده بيقول لك إيه؟ لما بتزيد عد أو بتزيد مساحة السطح بتزيد سرعة التفاعل، فبتزداد الخواص الفريدة اللي بتكتسبها المادة. اللي هي إيه الخواص الفريدة؟ خواص كيميائية فيزيائية ميكانيكية جديدة وفريدة. تمام؟ ماشي. رقم 9 بيقول الخواص الفريدة تظهر المادة على مقياس النانو. عارفينها الأسئلة الخاصة بالأبعاد النانوية فكرتها إنك لازم تحول كل الأرقام إلى وحدة النانو. يعني مثلا يقول لك مثلا يقول لك مثلا المادة اللي قدامك دي أحادية البعد النانوي، وجيب لك أرقام كتيرة، بيقول لك اختار أي منهما يصلح للمادة دي. طبعا أنا قلت لك المادة أحادية البعد النانوي، فأنت تجيب الأرقام كلها تحولها إلى إيه؟ تحولها إلى وحدة النانو، واللي يطلع عنده ثلاث أبعاد فيهم بعد واحد بس على مقياس النانو. يعني على مقياس النانو يعني شرط يكون من واحد إلى 100 نانو متر أو 100 نانو، أي حاجة فيها النانو. تمام؟ لازم من واحد لمية. لو أعلى من 100 يعني مثلا لو جاب لك مثلا 120 نانو أختارها؟ لا، يعتبر على ليست على مقياس مين؟ النانو. تمام ماشي. تعال نشوف رقم 11 بيقول كل ما او كل ما يزيد تقسيم الماده يظل، او كل ما بزيد تقسيم الماده او تقسيم الماده الحجم بيظل ثابت. طبعا تزداد النسبه بين مساحه السطح والحجم. ليه؟ لان مساحه السطح بتزيد. ازاي؟ انا عندي النسبه اهي، النسبه بتقول ايه؟ النسبه بتقول مساحه السطح على مين؟ على الحجم. طبعا الحجم ايه؟ الحجم بيبقى ثابت. تمام؟ فكأنه بواحد. طالما المساحة بتزداد تبقى تزداد النسبة ولا لا؟ طبعا هنا بتزيد وهنا تظل ثابت، تبقى النسبة بتزيد. تمام؟ اي مادة مهما كان حجمها يكون لها ثلاثة ابعاد طول وعرض وارتفاع، لسه جايلهم. المادة احادية البعد النانوي تكون لها بعد واحد اجل من 100 والبعدين الاخرين اكبر من 100. تمام؟ اي حاجة تاني غير من واحد لمية. طب ثنائية البعد طبعا يكون لها بعدين اقل من 100 اللي هي من الصح من واحد لحد 100 نانو، واكبر ايه بعدها الثالث يكون اكبر من 100 عشان هي لها ايه؟ لها ثنائية البعد يعني بعدين فقط. تمام؟ تمام. تعال ننزل بعد كده على حاجات مهمة جدا جدا جدا. ايه هي المهمة دي؟ المواد ثلاثية البعد يكون الثلاثة ابعاد اقل من النانو. ماشي، ديت واخدينها فوق. تمام. بص بقى لازم تعرف ان علاقة بين حجم الدقائق والصلابة علاقة عكسية. ازاي؟ بص يا عم، هنا الصلابة وهنا مين؟ هنا الحجم. بص يا برنس، بيقولك ايه؟ كل ما بيقل الحجم كل ما بتزيد الصلابة، بيبقى ده علاقة ايه؟ عكسية. تمام؟ علاقة ايه؟ عكسية، اللي هي نازلة كده. الواد كورولوس ابو ابراهيم عندي في السنتر كان بيغلط بيها. تمام؟ اللي هي ايه؟ اللي هي العلاقة العكسية اللي هي نازلة كده. تمام يا كورولوس؟ رد. تمام. تمام ماشي. رقم 17 بيقول لك العلاقة بين حجم قالك انت لازم تسيح لي يعني على الاونلاين. ماشي. رقم 17 بيقول العلاقة بين حجم الدقائق وعدد ذرات السطح، عدد ذرات السطح اللي هي ايه؟ اللي هي الخارجية. يعني السؤال ده مش بيجي، بس اللي بيجي اكتر اللي هو رقم 16. بس افهمها، ذرات السطح اللي هو مين؟ اللي هو الحجم. كل ما بيزيد العدد الذرات السطح اللي هي الذرات الخارجية، يعني مثلا عندي واحد قسمته لكده مثلا، فالحجم زاد. الحجم زاد، وعدد الذرات الخارجية زادت ولا لا؟ اللي هي الذرات اللي من بره ملهاش اي ثلاثة لازمة السؤال ده ولا حتى الحتة دي. تمام؟ اهم حاجة رقم 16، اوعى تخش الامتحان من غير رقم 16. ماشي يا كروس ابو ابراهيم؟ ماشي. تمام ماشي. تعال نشوف شوية الرسومات دول، احفظهم عشان ممكن نجيب لك رسمة وتعلق عليها. مين دي؟ اغشية رقيقة. دي مين دي؟ دي اسلاك نانوية. اسلاك اهي، اسلاك واقفة ونايمة والكلام ده كله اسلاك. دي طبعا الياف زي المرشحات كده زي الفلتر. تمام؟ طبعا هنا كرة البوكي، ركز في كرة البوكي. كرة البوكي فيها حاجة. بص يا دهموك، دي كرة كربون. خلي بالك لما يجي يقول لك كرة الكربون في كرة البوكي متصلة بكم ذرة كربون، هتقول له متصلة بثلاثة. عرفتوا منين؟ واحدة اهي لتحت، واحدة اهي، واحدة اهي، اهو دي ذرات الكربون ثلاثة. طب لما اقول لك تيجي على اشكال ايه؟ اشكال خماسية وسداسية. تمام؟ خماسية وايه؟ وسداسية. ازاي الشكل الخماسي؟ ادي واحد،
اتنين تلاتة اربعة خمسة، ادي خماسي. طب فين السداسي؟ هنا اهو السداسي تحت اهو، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة، تمام. يبقى سداسي وايه وخماسي، الله ينور عليك. لكن ذرة الكربون الواحدة اللي هي دي متصلة بكام؟ متصلة، الله ينور عليك يا بهور، متصلة بكام؟ بثلاث ذرات كربون، تمام. دي كرة البوكي، ركز يا دهموك، تمام. طبعا دي ايه دي؟ دي صدفة النانو. كان عندي حاجة ايه يا حبيبي؟ سبعية مفيش. ايه؟ سبعية. لا مفيش سبعية، انا عندي رسمة واضحة قدامك اهي، خماسية وايه؟ وسداسية، تمام. وصدفة النانو كان عندي حاجة مهمة في صدفة النانو، انها مغطاة بايه؟ بالذهب، تمام. مغطاة بايه؟ بالذهب، برافو عليكم، تمام. تعال نخش على شويه التعليلات. انت هتقول لي طبعا التعليل مش بيجي لك، هقول لك ايه؟ هقول لك ان التعليل ماله؟ التعليل ده يا حبيبي هجيبه لك في صوره فسر. يعني ايه في صوره فسر؟ يعني هجيبه لك مقالي من الاخر كده. هعلم على الاسئله المهمه بس في التعليل. اول واحد، يعتبر قياس النانو مهما في حياتنا؟ طبعا مهم. ليه؟ عشان بيعمل لي خواص فريده والكلام ده كله، وبستخدمها في حاجات جديده، تمام. الحاجات دي كلها انت اصلا مش هتحتاج منها حاجه، الحاجات دي انت فاهمها فهتعرف تعبر ان شاء الله. رقم اتنين بيقول لك تغير لون الذهب عند تحويله من الماكرو الى مقياس النانو، تمام. ليه بيتحول من مقياس الماكرو الى مقياس النانو؟ لان تفاعل دقائق الذهب وهي على مقياس النانو مالها مع الضوء المرئي بتتفاعل ايه؟ بتتفاعل مع الضوء المرئي فبيختلف اللون بتاعها، تمام. لان هي وهي على مقياس النانو هي على مقياس دقيق جدا، فبتتفاعل مع ايه؟ تتفاعل مع الضوء المرئي. فايه اللي بيحصل له؟ بيحصل له بيتغير اللون بتاعها الى اللون الاحمر والازرق والاخضر، تمام. رقم ثلاثة بيقول سرعه، خلي بالك من سرعه، سرعه ذوبان المكعب اهو، المكعب بيقول لك ايه؟ اقل من سرعه ذوبان ايه؟ المسحوق اللي هي نقط كده، تمام، بتاع السكر، تمام. بيقول لك ان سرعه ذوبان المكعب اقل من سرعه الذوبان بتاع مين؟ بتاع المسحوق جوه مين؟ جوه شويه الميه، تمام. طيب ممكن يجيب لك السؤال بطريقه ثانيه، يقول لك ايه؟ الوقت اللي بيدوب فيه المكعب من السكر اكبر من الوقت اللي بيدوب فيه مين؟ المسحوق. هتقول ايه؟ هتقول لان مساحه السطح بيحصل لها ايه؟ بيحصل لها زياده. طالما زادت مساحه السطح بتزيد سرعه ايه؟ سرعه الذوبان، تمام. بس هي كلمه كده، لانه بزياده مساحه السطح تزداد سرعه الذوبان، تمام، او سرعه التفاعل الكيميائي، تمام. رقم اربعه بيقول لك انابيب الكربون النانويه اقوى من الصلب. ليه؟ عشان في قوه الترابط بين الجزيئات. خلي بالك من الحته دي، الله يرضى عنك. لما يقول لك كره او انابيب الكربون مالها اقوى من الصلب، اقوى من الصلب يعني ايه؟ يعني في قوه ترابط كبيره بين الجزيئات. لكن لما يقول لك تستخدم في الاستشعار البيولوجيه اللي هي جزيئات الاستشعار، ليه؟ لانها ترتبط بالبروتين بايه؟ بسهولة، برافو عليكم. تعال ننزل على رقم خمسة. رقم خمسة بيقول يمكن استخدام انابيب الكربون النانوية في صناعة اجهزة الاستشعار. ليه بقى؟ للارتباط بالبروتين بسهولة، طبعا لسه جايلينها دلوقتي اعزائي المدهمكين. رقم ستة بيقول رمز كرة الكربون 60 او سي 60، ليه؟ عشان فيها ايه؟ عشان فيها 60 ذرة كربون. يا لهوي على التفاهة، تمام. تعال نشوف رقم سبعة، فعالية الجسم القروي المجوف لكرة الكربون كحامل الادوية داخل جسم الانسان. في فعالية، ليه؟ لان الشكل المجوف يمكنها من حمل مين؟ جزيئات الدواء، هنقول الوظيفة بتاعتها. في حين يقاوم، خلي بالك من كلمة يقاوم، يقاوم سطحها الخارجي التفاعل مع جزيئات الجسم. يعني من الاخر كده بيقول لك ايه؟ انابيب الكربون بتحمل الدواء بتوصله الى المنطقة المصابة فقط، مش بتمر على اي جزء سليم من الجسم، تمام. وده طبعا هيحل لنا مشاكل، احنا حاليا بناخد الدواء، الدواء بيروح يصح المنطقة العيانة وبيروح يعمل ايه؟ بيعي المنطقة الصاحية، تمام. فكرة الكربون هتوديني لمين؟ هتوديني اصلا لمين؟ للمنطقة التعبانة بس، تمام. تعال نشوف رقم 8، نفايات التلوث النانوي قد تكون على درجة عالية من الخطورة. ليه؟ لان النفايات دي عبارة عن ايه؟ دقة الحجم.
يعني النفايات دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن صغيرة الحجم. طالما صغيرة الحجم فبتخترق مين؟ تخترق الخلايا النباتية والحيوانية بكل سهولة، صح ولا غلط؟ فممكن تسبب ايه؟ تسبب كوارث صحية. تمام؟ اخر سؤال او اخر ثلاث اسئلة في الاسئلة المقالية اللي هم مين؟ اللي هم 9 و10 و11. قد تؤدي تكنولوجيا النانو الى عدم المساواة الاجتماعية. ليه؟ لان في دول غنية ودول فقيرة. تمام؟ ديت من اضرار او من سلبيات، سلبيات مين؟ النانو تكنولوجي. تمام؟ رقم 10 سلوك الجسيمات النانوية ترتبط بحجمها النووي. لان ايه؟ لان النسبة من مساحة السطح الى حجم كبيرة جدا مقارنة بالحجم الاكبر من المادة. يعني يعني بيقول لك سلوك المادة دي، سلوك المادة دي النانوية ترتبط بالحجم. ازاي؟ يعني كل ما الحجم بيبقى قليل كل ما تكون على مقياس النانو كل ما تكون ايه؟ خواص فريدة اكتر. يبقى ايه؟ يبقى بسبب النسبة بين مساحة السطح والحجم. تمام؟ بتبقى كبيرة. طالما كانت كبيرة او كل ما بتبقى كبيرة كل ما تكون ايه؟ ليها خصائص او خواص ايه؟ فريدة او خواص كبيرة جدا. تمام؟ تستخدم الاخشاب الرقيقة في طلاء سطح المعادن وتغليف المنتجات لان عملية الطلاء تعمل على حماية الصدى او التآكل المنتجات الغذائية لحمايتها من التلوث او التلف. تمام؟ خلي بالك من رقم 11. انا كده خلصت الحصة عزيزي الدهموك. ان شاء الله اللي باجي باجي التدريبات. طب التدريبات هتنزل يوتيوب؟ لا، التدريبات مش بتنزل يوتيوب، التدريبات بنحلها فيس تو فيس وتفاعل وجه مع وجه على الابليكيشن اللي احنا شغالين عليه. لو محتاج تشترك في المراجعة ان شاء الله ابعت على رقم الرقم بتاع السكرتارية اللي هو الرقم اهو اهو 015-529-02573. ان شاء الله برد فورا في الحال. المراجعة كلها عبارة عن المذكرة كاملة وشرح الأجزاء دي وسؤال أو أسئلة امتحان بينزل لك بعد كل جزء بتخش تمتحن عليه أونلاين وتظهر نتيجته في الحال. وطبعا التدريبات اللي بنحلها فيس تو فيس طبعا بنحل فوق الألف سؤال أو 1200 سؤال على منهج السنة أولى. يعني إن شاء الله مع سلسلة الدهمكة في الكيمياء إن شاء الله مع دكتور هاني زكريا هتعمل إيه؟ هتعمل إيه؟ ها؟ هتقفل ان شاء الله الكيمياء. مع السلامة، اراكم قريبا ان شاء الله.